رأي حضرتك في المشروع وهل استفدتي منه ولا لأ؟ الصراحة كانت الفكرة بتاعت المشروع كانت فكرة كويسة جدا، لأن هي كانت حاجة جديدة بالنسبة لنا، كانت في تطبيقها، وكانت الأهداف بتاعتها أهداف كويسة جدا، لأن كان نفسنا نتعلم حاجات كتير عن المرضى وعن إزاي إن احنا نحافظ على سلامتهم بطرق كتيرة جدا. ده بيشمل حاجات كتير، الانفايرمنت او البيئة المحيطة بيهم، فدي لازم تبقى مهيئة وتبقى صالحة ان احنا نعمل فيها الرعاية الصحية للاطفال حديث الولادة، وكمان الاشخاص سواء الاطباء سواء التمريض سواء العمال سواء السكرتاري دول، كان كلهم لازم برضو بيبقوا يتعلموا او نعلمهم حاجات معينة، ودي كانت كلها المفروض بتهدف ازاي نزيد الاهتمام بالأطفال حديثي الولادة. كمان كان بينت لنا مشاكل او في حاجات كانت ناقصة عندنا ان احنا لازم نعملها كويس علشان برضو لنفس الغرض، يعني نوصل خدمة صحية للأطفال اللي هم حديثي الولادة وعائلاتهم. اتعلمنا الاهالي ان هم ازاي برضو هيتعاملوا مع الاطفال، الناس اللي هم بيقدموا الخدمات سواء للبيبيهات وهم موجودين في الحضانات او حتى بعد خروجهم عشان المتابعه بتاعتهم، علمناهم بقى كل الحاجات دي ان هم ازاي هيتعاملوا مع الاطفال وايه المشاكل اللي لو تعرضوا ليها ان هم هيتصرفوا فيها ازاي، واثناء فتره وجودهم في الحضانات برضو ازاي النيرسز ازاي الاطباء كل دول هيتعاملوا ازاي مع الاطفال، حتى كيفيه التعامل مع الاجهزه اللي هي بنحطها سواء من حضانات سواء جهاز مونيتورز سواء اجهزه المحاليل، كل دي حاجات ازاي ان احنا نحاول نحافظ عليها علشان نقدم خدمه كويسه للاطفال الموجودين عندنا في الحضانات. برضه من الحاجات المهمه للمشروع اللي هو تكرار الدورات التدريبيه على جميع المستويات، سواء طبعا اطباء التمريض العاملين برضه في على الخدمه اللي بيقدموها للاطفال حديثي الولاده. كانت في دورات باللغه العربيه ودي كانت مفيده ليهم عشان يتعاملوا يعرفوا ازاي يتعاملوا برضو مع الاطفال. برضو كانت من الحاجات المهمه جدا اللي احنا اتعلمناها في المشروع ان احنا بنحاول نشوف المشاكل اللي هي محيطه او اللي بتسبب ان ما يبقاش في امان او سيفتي بالنسبه للاطفال حديث الولاده، ونحاول نشوف ايه الاسباب اللي مؤديه ليها وبنعمل على حلها، يعني بنشوف المشكلة الرئيسية أو المشكلة أي مشكلة إيه اللي بيسببها، ونحاول نشوف كذا الأسباب بتاعتها ونحاول إن احنا نعمل تحليل لكل جزء من مسبب للمشكلة دي علشان نحاول إن احنا نعمل على حله. وكمان في حاجة تانية إن احنا إزاي مثلا نتعامل مع أي مشكلة أو حاجات هازارد أو ديزارد ممكن تحصل في الحضانات، من حرايق، من ايدنتيفيكيشن للأطفال، من تحضير الأدوية، كل الحاجات اللي محيطة بالطفل وبتحافظ على سلامته، دي كلها احنا تعلمناها من المشروع. وحاولنا كمان وفعلا احنا علمنا النيرسز والأطباء والعمال وكل الناس المشاركين في أو اللي بيقدموا الخدمة في الحضانة.